بالتدريب كان عشان يبقى هو المحور الداعم لعملية التشغيل طبعاً. والقضاء على البطالة. طيب فندم، احنا دلوقتي البلد بتشهد في الأربع سنين اللي فاتت مشروعات عظيمة وعملاقة، مشروعات قومية واقتصادية، خطة التنمية المستدامة، وبالتالي كمان لاحظنا انخفاض مؤشر البطالة من السنة اللي فاتت للسنة دي. تعليقك على انخفاض مؤشر البطالة، وسؤال بيسأله كتير قوي ناس لنفسهم، طب لما المشروعات بتخلص العمالة دي هتروح فين؟ شوفي حضرتك، هو طبعا يعني في نظرة برضو متشائمة وفي نظرة متفائلة، والمتشائم دايما بيدور او بينظر على بيدور على الخلل فين الثقب. لكن احنا عايزين نقول بقى ان احنا طبعا المشروعات القومية اللي شغالة زي ما حضرتك بتقولي يمكن فعلا هي افادت رقم البطالة، وانه انخفض خلال السنتين ثلاثة، يمكن كان وصل في 2012 ل 15%، لكن النهارده وصل ل 11%. فاحنا بنتكلم في اتجاه جيد. لكن تعالي بقى اقول لك، انا افتح لك الموضوعات. يعني احنا لو بنتكلم على قناه السويس ومحور قناه السويس، النهارده محور قناه السويس ده منطقه لوجستيه هيبتدي وجود فيها مشاريع عالميه. هذه المشاريع هتستوعب من العماله الكثير، يمكن الرقم التقديري الاول هو حوالي 1,000,000 عامل، تمام؟ فاحنا بنقول النهارده ايضا في مشاريع اخرى عمالتها عماله دايمه، زي مثلا بحيره غليون والمنشات اللي تمت فيها. هذه العماله عماله موجوده بصفه دايمه، مش زي العماله اللي بتقوم بالمشروعات وبعد كده ينتهي زي المقاولات يعني. المقاولات اساسا نشاطها دايما بينتقل من محافظه الى محافظه او من مكان الى مكان. فاحنا مش قلقانين عليها، لان هي في استمراريه دايما لعماله المقاولات. فلكن احنا بنقول وبنطمن ان من خلال تشغيل بقى المشروعات القوميه اللي هتبتدي تشتغل، ده هيضفي علينا ارقام تشغيل كبيره جدا. واحنا في استثمارات في مصر خلال المرحله الحاليه والقادمه برضو بارقام كبيره جدا، دي هتدينا ارقام تشغيل وارقام عماله عددها كبير.